أغرب الحالات اللي سمعتيها فيما يتعلق بالمخبر السري؟ ورط ناس؟ ورط ناس كثير. شنو أغرب حال؟ يعني إحنا أكثر شيء يعني التنظيم كان بالغربية، أي بالجهات اللي مو جهاتنا الجنوبية، لا كان بالغربية. الأغرب الحالات بعضها كانت الزوجة حتى تخلص من زوجها كانت هي مخبر سري عليه. يا ربي ورطته، هاي أحد الأحداث، وورطته ودخل وكان موضوع المخبر السري مأخوذ به ويتم الاعتراف يعني عن طريق الإكراه والتعذيب، وهذا أكيد يعترف. طيب منو يتحمل موضوع التعذيب؟ والتعذيب اللي داخل السجون ما يوصف.